بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصحابي في قناة عالم اطفال. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا معانا لعب جميلة. النهاردة ان شاء الله معانا لعبة للولاد ومعانا لعبة للبنات. هي اصدقائي اللعب بتاعتنا النهاردة نجيبلكم لعبة البنات زي سكوتر، هنجربها مع بعض. معانا لعبة الولاد عربية بريموت وهنجربها مع بعض. نبدأ بلعبة البنات، نفتحها مع بعض. ادي اجزاء اللعبة بتاعتنا، نطلعها من الكيس بتاعها. اجزاء اللعبة بتاعتنا اهي اصدقائي، احنا هنركبها مع بعض. دي راس العروسة، تتركب كده اهو. بصوا العروسة بتاعتنا حلوة ازاي. نركب بقى العربية السكوتر بتاعتنا، دي تقريبا بتتركب هنا اهو. والعروسة الحلوة بتاعتنا بتتركب بالجزمة بتاعتها كده اهو، ليها مكان تدخل فيه الجزمة بتاعتها في العربية. وفي هنا مكان الايد تدخل فيه، تمسك هنا والعربية تمسك هنا، ممكن نمسكها كده تدخل ايديها كده. تعالوا نجربها كده بتمشي ازاي. هي ليها حبل من ورا تمشي بيه، بتنور اهي. جميلة اوي اللعبة بتاعتنا دي، بس هي عايزة مكان واسع. حلو، نشوف بقى لعبة الولاد النهاردة. هي عربية بريموت، عشان انا كنت اشوفها. نطلعها بالراحة من علبتها. هي دي العربية بتاعتنا، ادي اصدقائي العربية بتاعتنا وادي الريموت بتاعها. تعالوا نفك الاول العربية من الكرتونة بتاعتها، ليها كده زي زرار كده من تحت بنشده. نفتحها اهو، نجيب الحجر بتاعنا. هنا الريموت بتاعنا بيحتاج حجرين، هركب الحجرين بتوعنا كده. والعربية بتاعتنا لو بصيتوا كده من تحت هتلاقوا في مكان برضو تحتاج تلات احجار كده، ندخلها كده كده اهو يا اصدقائي. وفي زرار هنا نفتحها كده، الله عربيتنا بتنور. نجرب كده، طبعا هي عايزه مكان واسع. هجربها لكم على الارض دلوقتي. اهو يا اصحابي زي ما شفتوا كده العربيه الريموت بتاعتنا خبطت العربيه سكوتر بتاعت البنات، يعني الولاد كسب على البنات.
يا رب اللعبه بتاعتنا النهارده تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو النهارده تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.